بايجا زيت تاخد نعتك اختي الخبيز سهل كتاخد غير 6 كيلو طحين فورت سكيلو كدير فيه معلقة زيت بلدية معلقة زيت بلدية ايه دابا راه وليت نعبر عندي مشكله وليت نعبر بالمعلقه الكبيره والصغيره وكيعيطوا لك يقول يا اختي بقيت دينا بالمغرفه هي المعلقه كبيره معلقه صغيره اختي ديال الملحه معلقه صغيره ديال الملحه معلقه صغيره ونص ديال الخميره معجونه نص الخميره ديال العجين معلقه كبيره ديال السنيده معلقه كبيره ونخلطوا هادشي كلشي بيدينا ونديروا ربعه الماء وشويه تقريبا 300 ربعة الماء 250 في الربعه حنا نديروا 300 يعني نديروا ربعه ونزيدوا واحد ربيعه كامل ونعجنوه ونخليوه ونعاودو ندلكوه مزيان ونخليوه ونعاودو نقرصوه قرصات صغيرين كراكب وما نزلوش عليه وندهنو الطاوة ولا فوق الكراس ونخليوه يخمر ومن بعد نطرحوه هكا كويرات ومنين نبغيو نطرحوه كنفزقو يدينا في الماء ولا نحشدو الخبزة ونقلبو لها وجهها في الماء ونحطوه في الطاوة ونخليوه شنو السر في هذا الماء؟ هذاك الماء كيدير واحد القشرة زوينة في الخبز الفوق وهذا هو سر الحداقة ديال فاطمة من مدينة قنيطرة وهذيك لافابور اللي كانت دابا حنا عندنا واحد لاسيس في شي حلاوي كنصوطو في الطاوة بالماء بالبخاخ باش تنفخ الحلوة يعني هذا كيجيب الخبز هذاك اللي من فوق وخاوي من الداخل بحال الباتاشو بحال اللي كنشوفو دابا اللي كيكوموندو في التريتورات ولا دابا تنفزقو يدينا بالماء ولا تنقلبو هذيك العجينة على الماء قلب غير طبعا السلسلة دير عيش ويا معلقة وتقلب معلقة دير لها ثلاثة خبزات وتحط في الطاوة باش بلا داك البيض وداك الشيء كتجي ديك القشرة ما كيبغيش يتكلم بالمرقة.